سأعلمكم في هذا الدرس كيفية إضافة لون إلى بطاقتكم الإلكترونية. من الممكن أن يكون لديك بالفعل لوحة الألوان التي قمت بإنشائها في الدرس السابق، لكن إذا لم يكن لديك يمكنك أن تسأل نفسك أسئلة مثل: ماذا ينبغي أن يكون لون الخلفية، النص، والعناصر الجرافيكية؟ فكر في الألوان التي ستنقل المحتوى والنبرة العاطفية لموضوعك بشكل أكبر. وهل لديك ألوان خاصة بمؤسستك والتي قد ترغب في استخدامها هنا؟ فمن شأن ذلك أن يساعدك جداً في تحديد الأمور كثيراً. لتغيير لون الخلفية، انقر على الزر الأيمن للفأرة على الخلفية، وسيظهر لديك خيار لتغير لون الخلفية الخاصة بك من الأبيض. أما أنا فسأستخدم ألواناً من لوحتي الخاصة في تقرير Revolution Decoded. قررت أن أجعل لون خلفيتي أزرق باهت. كما ترون فهي ألوان مخصصة، وسأريكم كيف يمكنكم فعل هذا خلال زمن قصير. إذا كنت تريد تغيير أحد الألوان من العناصر الجرافيكية الخاصة بك، فقط حدده وانتقل إلى القائمة العليا واختر التعبئة وحدد أي لون من الألوان التي تريد وقم باختياره. نظراً لأن اللون الأزرق لون غامق نسبياً، فسأقوم بتغيير لون النص ليصبح أبيضاً، وبذلك تتمكن من رؤيته بشكل أفضل. ولكن كما ترى هنالك خط حول الشكل، وللتخلص منه نذهب إلى قسم الخط في شريط الأدوات. وبما أنني لا أريد هذا الخط، سأختار أن يكون شفافاً. حسناً، أنا راضي عن ذلك. ولكن إذا أردت أن تضيف لوناً مخصصاً، يجب أن تذهب لخيار التعبئة في شريط الأدوات. ثم اذهب إلى الخيار مخصص وادخل قيم X، القيم التي رأيتها عندما قمت بعمل لوحة الألوان على برنامج أدوبي. أو يمكنك السحب لتجد اللون الذي تريده. أما أنا فسأضع اللون كما هو. الآن وقد قمت باختيار جميع ألواني، سوف أكتفي فقط بترتيب التصميم، ولكني أريد أن أشرح مرة أخرى لماذا قمت باختيار هذه الألوان. كما قلت سابقا، فقد أخذت التصميم من تقرير Revolution Decoded، والذي يمتلك لوحة ألوان مسبقا، وذلك باستخدام هذا اللون الوردي الدافئ. أحب هذا اللون لأنه يساعدني على الوصول للنبرة التي قمت باختيارها في موجز التصميم الخاص بي، حيث أن بطاقتي الإلكترونية مثلت طريقة ممكنة للحصول على المعلومات المهمة. أعتقد أن هذا اللون الوردي الدافئ يبدو ودوداً، وسيقوم بإيصال النبرة المطلوبة. الآن سأقوم ببعض الترتيب.
أصبحت بطاقتي الإلكترونية جاهزة للتحميل الآن، وسأريكم كيفية القيام بذلك في الدرس القادم.